مرحبا، السلام عليكم. أنا اسمي نواف وأنا مهندس اتصالات، أعمل في مجال الشبكات الضوئية وتحديدا مجال تصميم الشبكات الضوئية وتقديم حلول للشبكات الضوئية. في هذا الفيديو والفيديوهات القادمة على هذه القناة إن شاء الله راح تكون المواضيع غالبا كالتالي: التقنيات المستخدمة في الشبكات الضوئية، التقنيات المصاحبة للشبكات الضوئية، كمثال تقنية IPMPLS وارتباطها بشبكة ضوئية، تقنية OTN وارتباطها بشبكة ضوئية، تقنيات 4G وال5G وارتباطها بشبكة ضوئية، ومواضيع تقنية من هالقبيل. في هذا الفيديو تحديداً راح أتكلم عن ثلاث مواضيع تخص الشبكة الضوئية. الموضوع الأول راح يكون شوية تاريخ عن الشبكة الضوئية، بداياتها، تطورها إلى وقتنا الحالي. الموضوع الثاني راح يكون عن أشهر تقنيات الشبكة الضوئية على مستوى العالم، اللي هي تقنية الWDM. الموضوع الثالث راح يكون مثال عملي من العالم الحقيقي. طيب، لنبدأ. على الرغم من أن الشبكة الضوئية بمختلف تقنياتها لم تحظى بنصيب كبير من الاهتمام والاستثمار غير تقريبا في آخر 15 إلى 20 سنة. أقصد باهتمام واستثمار أنه أصبح صناع التقنية عندهم توجه كبير لجعل الشبكة الضوئية أكثر كفاءة وفعالية وأكثر ذكاء بإدخال تقنيات مثل DSP وتقنيات الأوتوميشن وغيرها. هذه الحقيقة لا تمنع حقيقة أخرى أنه أساسات الشبكة الضوئية موجودة من 40 و50 و70 سنة حتى. بأساسات أقصد الفايبر، الليزر، الموديليشن تكنيكس، الامبليفايرز والانفورميشن ثيوري. الفايبر موجود من السبعينات. الليزر حصل فيه اسهامات كبيره بالخمسينات واصبح متوفر تجاريا من الستينات. الموديليشن تكنيكس سواء الانتنسيتي موديليشن دايركت ديتكشن او الكوهيرنت سيستمز موجودين من السبعينات والثمانينات. الامبليفايرز تحديدا الادفا موجوده من التسعينات. الانفورميشن ثيوري وضعت ورقتها البحثية عام 1948. وبما أننا انتهينا بالانفورميشن ثيوري فلازم نتكلم عنها بإسهاب إذا كنا حقيقة نبغى نتكلم عن تاريخ الشبكة الضوئية. هذا الشخص اسمه كلود شانن. كلود شانن هو واضع نظرية الانفورميشن ثيوري عام 1948. باختصار لأصف أهمية هذا الشخص، قبل كلود شانن ما كان في شيء اسمه ديجيتال كوميونيكيشن، وفكرة نقل البيانات على شكل 0 و 1 على شكل باينري ديجيت لم تكن معروفة ولم تكن موجودة. فلكم تخيلوا مدى أهمية هذا الشخص. طبعا كلود له إسهامات أخرى غير ديجيتال كوميونيكيشن، تحديدا في الإيرور كوركشن تكنيكس والكريبتوغرافي والستوريج وإسهامات أخرى كثيرة حقيقة، لكن يظل إسهامه الأكبر والأول هو هذه الورقة البحثية اللي كان اسمها A Mathematical Theory of Communication. من أشهر المعادلات اللي في الورقة البحثية هذه هي هذه المعادلة. هذه المعادلة بسيطة قد تبدو، لكنها تصف بشكل دقيق وبشكل لم يسبق إليه أحد كمية البيانات التي نستطيع نقلها من نقطة ألف إلى نقطة باء. هذه المعادلة هي التي أنتجت ما يعرف بشانونز ليميت، وشانونز ليميت إلى الآن يستخدم وإلى الآن يعتبر هو حد أعلى لكمية البيانات المرسلة حتى في الفايبر. طيب، إذا كنا نبغى نبني أبسط شبكة اتصالات ممكنة، البيلدينج بلوكس لبيسك كوميونيكيشن نتورك، راح تتكون من التالي. طبعا لازم يكون عندنا انفورميشن سورس وديستنيشن. بالانفورميشن سورس والديستنيشن راح يكون موجود البيانات الديتا. بعدين لازم يكون عندنا ترانسميتر وريسيفر. بالترانسميت والريسيف راح تحدث العملية اللي اسمها موديليشن في الترانسميتر،
ودي موديليشن اللي هي عملية عكسية في الريسيفر. بعدين راح يكون عندنا الوسيط اللي هو الميديم اللي هو يسمى بالشانل القناة. هذه هي مربعات البناء لأبسط شبكة اتصالات ممكنة. طبعا وقت التصميم في عامل مهم جدا وهو أهم عامل حقيقة اللي هو عامل النويز، source of noise. عند تصميم شبكة ضوئية ممكن يكون فيه كلمتين أو جملتين تصف عملية التصميم بشكل مختصر، إنه هناك دائما ليميت، حد لكمية المعلومات الانفورميشن اللي نقدر نرسلها بين نقطتين، والعوامل المحددة limiting factors في الحقيقة كثيرة ومعقدة. طيب أنا قاعد أتكلم عن الشبكة الضوئية وتاريخها وإلى آخره، لكن ودي أسأل ثلاث أسئلة، والأسئلة هذه ممكن توضح إيش أهمية الشبكة الضوئية. الثلاث أسئلة تقول: ليش إحنا نحتاج الشبكة الضوئية؟ وإيش المميز والفريد بالشبكة الضوئية هذه؟ وكيف الشبكة الضوئية قاعدة تساعد العالم حقيقة؟ ودي أستعرض معكم هذا المثال. أنا أخذت خريطة أمريكا الشمالية بالعاني، لأنها المسافات بين نقاطها، مثلا لو أخذنا نقطة بالشرق ونقطة بالغرب، المسافات بينهم كبيرة. ونتخيل أنه في شخص على الساحل الغربي قاعد في بيته ويبغى يتابع يوتيوب أو نتفلكس. عندنا حقيقة مهمة وكبيرة جدا، اللي هي أنه المسافة بين النقطتين آلاف الكيلومترات. طبعا النقطة هذه أنا أقصد باليوتيوب ونتفلكس أنه لنفترض أنه مراكز البيانات اللي فيها محتوى اليوتيوب ونتفلكس موجودة في الساحل الشرقي. طيب فالشخص هذا في منه ملايين حقيقي، كلنا هذا الشخص كلنا نبغى نتفرج على يوتيوب ونتفلكس، ونبغى نتفرج بجودة عالية وبدون تقطيع. فبالتالي نحتاج تقنية فيها very high capacity وتقدر تقطع مسافات طويلة جدا آلاف الكيلومترات، والليتنسي زمن التأخير فيها أقل ما يمكن. باختصار التقنية هذه هي حقيقة الشبكة الضوئية. فبمجرد أنه نبني شبكة ضوئية على بهالشكل، طبعا هذا شكل تخيلي، لكن شبكة ضوئية تربط النقاط البعيدة في قارة أمريكا الشمالية، فإحنا خدمنا هذا الشخص وخدمنا ملايين الأشخاص اللي يبغون يتابعون محتوياتهم المفضلة سواء من يوتيوب نتفلكس أو غيره. هذا الشيء ينطبق على القطاع البنكي. نتخيل أنه مثلا في بنك يبغى يرتبط بالفروع الأخرى من البنوك، الشبكة الضوئية توفر له هالخدمة. المصانع برضو تستفيد بشكل كبير جدا من الشبكة الضوئية، والشركات كذلك تستفيد بشكل كبير جدا من الشبكة الضوئية. الآن نقدر ننتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو أشهر تقنيات الشبكة الضوئية، اللي هي تقنية WDM. لها نوعين: CWDM أو DWDM. التقنية هذه إذا كنا نبغى نناظرها من منظور الـ7 layers الكلاسيكي، فهي تعتبر layer zero technology. وش معنى CWDM وDWDM؟ CWDM معناتها coarse wavelength division multiplexing، DWDM معناتها dense wavelength division multiplexing. coarse ودنس راح يرجعون لنا بعد دقائق وراح نعرف الفرق الكبير اللي بينهم. عشان أبدأ أشرح هالمصطلحات وهالتقنية اللي فيها كلمات ممكن تكون شوية غريبة، wavelength وmultiplexing، فودي ناخذ هالشكل. الشكل هذا خلوه الناظرة على ثلاث أجزاء، أو نقسمه إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو جزء ما يعرف بالwavelength
الجزء الثاني هو هذا البوكس اللي اسمه مالتيبلكسر وهنا دي مالتيبلكسر، والجزء الثالث هو اللينك. الويف لينث هي في الحقيقة مجرد قناة تشانل، لكن اسمها في عالم الشبكات الضوئية ويف لينث. الويف لينث هذا هو اللي عليه البيانات، ممكن يكون الويف لينث عليه 10 جيجا بت بير سكند، 100 جيجا بت بير سكند، 200 جيجا بت بير سكند الى اخره. المالتيبلكسر يسوي عملية الدمج بين جميع القنوات هذه، ففي النهاية هو بيسوي دمج، بيسوي مالتيبلكس بين ال 18 ويف لينث اللي عندنا وبيطلعهم على قناة واحدة تمشي على سنجل فايبر بير، مجرد كيبل ألياف ضوئية زوج، واحد للترانسميت والآخر للريسيف. طبعا السي دبليو دي ام فيها ميزة واضحة وفارقة عن التقنية الأخرى اللي هي دي دبليو دي ام. الميزة هذه أو العلامة الفارقة هي إنه الويفلينث سبيسينج إز لارج. الويفلينث سبيسينج تقريبا 20 نانو متر. الويفلينث سبيسينج اللي هي المسافة بين الويفلينث رقم واحد والويفلينث رقم اثنين على سبيل المثال. طبعا 20 نانو متر ممكن تبدو إنها صغيرة جدا جدا في تقنيات أخرى، لكن في تقنية الـ WDM هذا الرقم ممكن يكون كبير. الآن نشوف التقنية الأخرى اللي هي DWDM. نفس البيلدينج بلوكس، عندنا ويفلينث، عندنا مالتيبلكس، وعندنا مالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر، وعندنا اللينك اللي هو الفايبر نفسه. أول فرق لاحظناه إنه عدد الويفلينث زاد، يعني الحين صار عندنا 80 ويفلينث، 80 شانل كلهم يمشون على سنجل فايبر بير. مثل ما قلنا، وانا قلت انه الدنس حيجينا الان، فدنس معناتها يعني فيري سمول. فيري سمول في عالم في العالم الضوئي معناته 0.8 او 0.4 نانو متر. هذه هي المسافة اللي بين أي اثنين ويفلينث، فالفرق مثل ما تلاحظون كبير جدا بين 0.4 نانومتر على سبيل المثال و 20 نانومتر. فهذا الفرق الجوهري بين التقنيتين. طبعا التقنية اللي طاغية الآن والمستخدمة هي تقنية DWDM. على أساس نعرف قوة التقنية هذه أكثر، لو نأخذ 80 channels وكل تشانل أو برضو لها اسم ثالث اللي هو لامدا، ممكن يكون التشانل ريت 10 جيجا بت بير سكند أو 40 جيجا بت بير سكند، 100 جيجا بت بير سكند، 200 جيجا بت بير سكند، أو أكثر من 200 جيجا بت بير سكند. يعني ممكن يكون عندنا 80 ويفلينث، كل ويفلينث التشانل ريت 200 جيجا بت بير سكند او اكثر. وش معنى هالكلام؟ هذا الكلام معناته ان اذا اخذنا ال 200 جيجا بت بير سكند وضربناها في 80 اللي هي عدد القنوات، راح يدينا ما يسمى بالسيستم كاباسيتي، ويطلع عندنا 16 تيرا بت بير سكند على سنجل فايبر بير. طبعا اعتقد انه الشيء هذا واضح جدا قديش الترافيك اللي نقدر نشيله على سنجل فايبر بير. اذا انتقلنا وقعدنا ننظر ايجابيات وسلبيات التقنيه هذه، طبعا اول ايجابيه الواضحه اللي هي الكباسيتي عاليه جدا، يعني تصل الى 16 تيرا بت بير سكند واكثر. الان برضو فيه شركات تقنية عندها أنظمة DWDM تقدم أكثر من 16 terabit per second. Very flexible architecture and topology. هذه النقطة راح نرجع لها في فيديوهات قادمة، لكن بشكل مختصر المقصود بالarchitecture، المقصود النود، الفوتونيك نود architecture، مرينة جدا.
والتوبولوجي المقصود فيها النتورك توبولوجي فيها مرونة عالية جدا. الليتنسي طبعا very very low. تقنية DWDM ومثل ما ذكرت في بداية الفيديو في المقدمة انه صار فيها very advanced features, يعني احنا الان في الان في 2021, فمن بداية الألفية لين الان ادخلت تقنيات متقدمة جدا على الشبكات الضوئية وتحديدا DWDM. واخر ايجابية اللي هو الانفستمنت الاستثمار في هالتقنية كبير جدا, وفي استثمار كبير جدا للمستقبل. الاستثمار اللي تم كبير وراح يصير في استثمار اكبر برضو في المستقبل. السلبيات طبعا كوستلي غالية, والديزاين معقد شوي, يعني ديزاين الفوتونيك نود فيه تعقيد شوية, وديزاين الشبكة الضوئية كاملة سواء لينك واحد لينير أو رينج أو مش نتورك فيها تعقيدات كبيرة حقيقة. الابليكيشنز وطبعا الديزاين ان شاء الله بخصوص تصميم الشبكة الضوئية راح يكون ممكن ان شاء الله في فيديوهات قادمة راح يكون فيها تفاصيل اكثر عن الفوتونيك نود وكيف نقدر نصمم شبكة ضوئية. تطبيقات DWDM تحديدا التطبيقات طبعا اشهر التطبيقات هي تطبيق الموبايل باك هوم, وعندنا طبعا تطبيقات الداتا سنتر انتركونكت اللي بدت تاخذ اهتمام كبير في السنوات الاخيره. طبعا عندنا تطبيقات اللونج هول نتوركس المسافات البعيده جدا, السبمارين كيبلز الكابل البحريه والسبمارين نتوركس, وطبعا الباك بون حق الانترنت هو والناقل للانترنت بين كل العالم هو الاوبتيكال نتورك وتحديدا DWDM. الان نقدر ننتقل الى الموضوع الثالث والاخير اللي هو الابليكيشن, تطبيق عملي من الحياه من العالم الحقيقي. الان اللي نربط النظريه بالتطبيق, راح ناخذ هذا المثال اللي هو في الحقيقه احد اشهر الامثله في عالم الشبكات. هذا المثال عندنا two domains IPMPLS domain و optical domain. الهدف من هذا المثال هو ربط راوتر 1 براوتر 2 عن طريق photonic node 1 و photonic node 2. عندنا حقائق في هذا المثال. اول حقيقه انه كل الراوترز اللي في الاي بي ام بي لس دومين ما هم مربوطين فيزيكالي مع بعض. الحقيقه الثانيه انه ما تهم المسافات اللي بين الراوترز, يعني وخلونا نركز على التو راوترز اللي يهمونا. ممكن يكون تكون المسافه بين راوتر 1 وراوتر 2 100 كيلومتر, ممكن تكون 1000 كيلومتر, هذا الشيء ما راح يشكل فارق كبير ما دام انهم مرتبطين بالاوبتيكال دومين ومرتبطين بفوتونيك نودز. خلونا ندخل في المثال اكثر. بالنسبه للراوتر 1 لازم يكون الى حد ما قريب من فوتونيك نود 1. قريب اتكلم ممكن يكون بنفس الموقع وممكن يكونون بمواقع مختلفه, لكن بمسافه تتراوح من 40 كيلومتر بس ما تزيد عن 80 كيلومتر. الآن لازم نربط بين الراوتر والفوتونيك نود, نربط بينهم فيزيكالي, نربط الأبلينك انترفيس للراوتر بالكلاينت انترفيس للفوتونيك نود. مدام تم الربط والسيرفيس صارت شغالة الترافيك يقدر يمشي. الآن الترافيك شغال, الكورة الآن في ملعب الفوتونيك نود والأوبتيكال نتورك. الآن الترافيك بشكله اللي جاي من الراوتر راح يصير له عملية موديليشن على الويف لينث. الآن بدينا نربط بين المصطلحات اللي تكلمت عنها سابقا بالمثال التطبيقي, فالترافيك يصير له
موديليشن على الاوبتيكال كارير اللي هو في هذه الحاله ويف لينث. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه انه النود اركتكتشر هذه الفوتونيك نود هذه الاركتكتشر للنود فليكسبل في مرونه عاليه، وهذه احد ميزات الدي دبليو دي ام نودز. المرونه بشكل عام تتلخص في انه ممكن النود اركتكتشر تناظر اكثر من اتجاه، ممكن يكون ثلاث اتجاهات، اتجاهين، ممكن يكون اكثر، اربع اتجاهات، خمس اتجاهات، عشر اتجاهات. هذه نقطه المرونه الاولى. نقطه المرونه الثانيه تتعلق بالشبكه. لما كنت قاعد اتكلم انه التوبولوجي فيري فليكسبل، النتورك توبولوجي فيري فليكسبل، شبكه الدي دبليو دي ام ممكن تكون لينير، ممكن تكون رينج، ممكن تكون فول مش، ما في اي مشكله. التقنيه هذه تدعم كل هالتطبيقات. الان نبغى ننقل الترافيك. الميزه الثالثه او ممكن ايوه دحين ذكرت النود اركتكتشر انها مرنة والنتورك توبولوجي مرنة. الميزه الثالثه انه الاوبتيكال كارير او الويف لينث عنده ميزات وعنده قدرات تقدر تخليه يقطع مسافات طويله جدا بدون ما السيجنال تضعف والترافيك يوصل الى الوجهه او الديستنيشن بشكل سليم. هذا الشيء تقريبا موجود فقط في تقنيه الدي دبليو دي ام وعن طريق الميزات الخاصه بالموديليشن تكنيكس. طبعا الترافيك يقدر يروح مع روت اخر ويقدر يروح برضو مع روت ثالث. طبعا في ملاحظه هنا انه الويف لينث اللي انا حطيتهم خليتهم بالوان مختلفه، هذا لانه يعكس حقيقه الويف لينث لما يصير لها الوكيشن. لما نختار ويف لينث هي في الحقيقه لما ندخل بالمزايا الفيزيائيه هي في الحقيقه الوان مختلفه، يعني different colors، وهذه ممكن نخوض فيها في فيديو اخر، لكن انا فقط حبيت انبه على هالموضوع. الان الترافيك وصل الحمد لله بنجاح بين الى الفوتونيك نود هنا، وبطبيعه الحال في فيزيكال كونكشن بين الفوتونيك نود الى الراوتر. اللي حصل نقدر نناظره من 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 زاويه اخرى، اللي صار كاننا عملنا فيرتشوال كونكشن بين التو راوترز هذولي، لانه الترافيك اللي يقدر ينتقل عن طريق الفوتونيك نود وعن طريق الاوبتيكال نتورك حقيقي هو كبير جدا، فكأن التو راوترز هذول واصلين ببعض بشكل مباشر. الحقيقة الثانية انه زمن التأخير والليتنسي اقل ما يمكن. طبعا هذه احد مزايا الضوء. طبعا هنا اكون وصلت الى نهاية الفيديو. ارجو اني وفقت بتقديم مادة جيدة، وإن شاء الله أراكم في فيديوهات قادمة. شكراً.